هنبدأ في العرض بتاعنا، بس برضو عايزين نبدأ قبل العرض نبين بس احنا عايزين ايه في عايزين ايه في الملتقى دوت، وايه قصة الابحاث دي. اولا الملتقى دوت، الملتقى اسمه الملتقى الطلابي العلمي الثاني 2022، طبعا تحت رعاية نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الحميد السيد، ورئيس الملتقى الدكتور نبيل بكير عميد الكلية، ونائب رئيس الملتقى هو الأستاذ الدكتور شريف زكريا وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأنا مقرر الملتقى وأمين الكلية الأستاذة هبة. الأول عايزين نشوف بس إيه هي المحاور وأهداف هذه الأبحاث الملتقى، عشان نعرف إحنا عملت الأبحاث إيه. أولا الأبحاث بتاعتنا قد تكون أي مرض من الأمراض، مثلا مرض من الامراض اللي مثلا زي مثلا مرض الدايابيتس. مثلا مرض الدايابيتس ده بيجي في الانسان وفي الحيوان، ممكن تتكلم عنه، ممكن تتكلم عن حاجه مبتكره، حاجه جديده في العلاجات، وهنشوف دلوقتي العمليه ازاي ان شاء الله. ايجاد حلول للمشكلات بالفعل موجوده في عندنا في الثروه الحيوانيه، سواء كانت سمكيه او دواجن او اي حاجه. يعني مثلا عندنا بعض البحيرات اللي فيها تلوث مثلا بالمعادن الثقيله، تلوث بمياه الصرف، كل ديت حاجات ممكن احنا نجد لها ايه، نجد لها مشكلات، نجد لها حلول. برضو ابراز دور الطبيب البيطري في الحفاظ على الثروه الحيوانيه. دور الطب البيطري في نشر وتطوير تكنولوجيا التعليم. يعني ممكن البيطري، يعني ممكن حد منكم يعني يقول طريقه مبتكره في التعليم، في التعليم، تعليم ماده معينه. يعني مثلا ممكن نستخدم حاجات فيرجوال تولز، ممكن نستخدم اي حاجه جديده. البحوث التطبيقية والصناعات الدوائية، ممكن واحد يقول أنا هتكلم مثلا عن علاج الهرمونات، الهرمونال سيرم، هنشوف الهرمونال سيرم في الأنمي، ماشي، هنشوف الهرمونال سيرم في أي حاجة، أي بقى حاجة تطبيقية للأدوية، مثلا أدوية جاية من الناتشرال سورسز، واخدين بالكم؟ مستخلصة من الناتشرال سورس، ممكن تستخدم الحاجات دي، وبتتكلم عن مرض موجود بصوره كبيره سواء في الانسان او في الحيوان زي السرطان. مثلا السرطان ده موجود كتير جدا في الحيوان وموجود في الانسان. ممكن نستخدم عن مثلا العلاج العلاج بالاشعاع، العلاج بالجراحات المناظير، العلاج بالراديشن. واخدين بالكم؟ كل دي حاجات بس تشوف الدنيا ايه اللي اتنشر وتم، وهقول لكم ازاي تكتبوا دلوقتي ان شاء الله. بس انا بقول لكم ايه المحاور، عشان في بعض الناس بتقول لي طب احنا هنكتب في ايه؟ ممكن برضه تكتب الاتجاهات الحديثه في التشخيص البيطري، حاجات التشخيصيه. واخدين بالكم؟ افكار ابداعيه لرفع الوعي البيطري في المجتمع، وهكذا. يبقى ديت هي دي اهداف الايه؟ اهداف الملتقى، ان احنا نشوف افكار الافكار بتاعت حضرتكم ايه؟ وممكن تبقى الافكار ديت ليها تطبيق، واخدين بالكم؟ لان هيبقى في حاضر بعض الشركات، والشركات ممكن تطبق الكلام ده. نيجي بقى على الايه، على العرض اللي انا عايز اعرضه، ازاي ان احنا نكتب. طبعا المحاضره ديت اللي موجوده على اليوتيوب دي محاضره قديمه ليا، ازاي نكتب ورقه بحثيه، بس الورقه البحثيه الكامله بقى اللي فيها بنعمل اكسبيرمنت ونعمل كل حاجه، بنعمل تجارب وكلام من ده. اللي عايز الكلام ده يبقى يرجع لها. لكن انا النهارده مش عايز اتكلم في حاجات هي مش مطلوبه منكم في البحوث بتاعتكم بتاعت الملتقى، لان البحث بتاع الملتقى بتاعكم دوت يعني هو قريب للريفيو، الميني ريفيو اكتر. لذلك انا هنخش على ازاي انت تكتب البحث بتاع الملتقى بتاعنا، مش البحث اللي هو ممكن ننشره في مجله عالميه، لا دي خطوه ثانيه، او بيبقى ليه مواصفات ثانيه. لان طبعا في عندنا حاجه اسمها اوريجينال ريسيرش، الاوريجينال ريسيرش ديت يبقى انا عملت تجربه وجبت الفئران وجبت مش عارف ايه وعملت تجربه واعطيتها درج، يعني ديت بيعتبر البحث الكامل. اما كوميونيكيشن دي حاجات الراديو مثلا، حاله من الحالات كيس ستادي، واخدين بالكم؟ حاله نادره او حاجه وعملت لها ستادي. لكن انتوا الشغل بتاعكم بيبقى شبيه بالراديو. لذلك البحث بتاعنا يا اخوانا لما نيجي نكتب اي بحث، البحث بيبقى فيه كذا حاجه، من اول الفكره لحد ما يحصل بابليكيشن، ويحصل بعد كده انت تروج للبابليكيشن بتاعك دوت ازاي. انا هتكلم النهارده عن مش كل حاجه من دي، هتكلم عن
ازاي انت تختار الفكره بتاعتك، الفكره اللي انت عايز تشتغل عليها وتعمل البحث بتاع الملتقى. اول حاجه تختار حاجه انت انترستد ليها، لان العلم واسع جدا ما تقدرش تلم بيه كله. وبعدين الحاجه اللي انت يعني مثلا هنضرب مثال دايبيتس مثلا، واحد انا بقول انا عايز اشوف حاجه للدايبيتس مثلا، اشوف علاج جديد او طريقه مانجمنت جديده او طريقه كير، حتى كير للانيمال الدوجز او الكاتس اللي عندها دايبيتس، ازاي اعمل لها رعايه، برنامج رعايه، برنامج تاهيل كده. طبعا الدايبيتس دي عباره عن عنوان كبير، لذلك وانت بتدور في الدايبيتس ركز على نقطه واحده بس. ليه؟ ما انت لو اتشعبت هتلاقي نفسك كتبت في حاجات كتير، والكتابه بتاعتك ما هيش يعني ايه مركزه على حاجه معينه. انت لو ركزت على نقطه معينه في مرض معين او طريقه مبتكره معينه هتعرف ان انت تطلع منها شيء. واخدين بالكم؟ نيجي بقى على كتابه العنوان، لان طبعا الورقه بتاعت الملتقى بتاعنا اهي، نرجع لها تاني، الورقه اللي هو التمبلت بتاعنا، الكفر بيج دي يا اخوانا هنكتبه فيها بس التايتل هنا، العنوان بتاع البحث بتاعك، وهتكتب الاسر، هتكتب اسمك. ولو انت مثلا في سنه اولى او ثانيه او ثالثه او رابعه او خمسه بتكتب ان انا فيرست يير او سكند يير ستودنت فاكولتي اوف فيترينري ميديسين دمنهور يونيفرسيتي. ولو البحث ده طالع بره مصر بنكتب تحت بعد دمنهور يونيفرسيتي بنكتب كلمه ايجيبت، لكن احنا جوه مصر احنا مع بعض يعني. طبعا الاستماره ديت انت مش هتكتب فيها حاجه، الحته تملى البنات دي بمعرفه المحكم اللي هم الدكاتره عندنا في الكليه ان شاء الله، هم اللي هيقيموا الايه الابحاث بتاعتك. بعد كده هو الصفحه اللي بعد منها هتيجي راجع كاتب التايتل تاني، بس مش هتكتب اسمك. ليه بقى؟ لان الورقه دي كده هي اللي هتروح للمحكم من غير اسماء، هيبقى العنوان وهيبقى الورقه بتاعتك من غير اسماء خالص. لكن الورقه اللي فوق ديت هنحط هنا رقم سري، وهينحط هنا على الورقه دي كده رقم سري كمان، بحيث اللي بعت لنا الدرجات ديت هنسجلها في الكفر بيج بتاعنا. الابستراكت يبقى الورقه بتاعتنا دلوقتي بتتكلم عن القالب بتاع البحث بتاعنا، عباره عن ابستراكت اللي هو الملخص، وباك جراوند يعني هنقول يعني ايه. خلينا نمشي بالتدريج. بعد كده الايديا بتاعتي الجديده، الايديا بتاعتي ان انا عايز اعملها وهعملها ازاي واعمل فيوتشر ريكومنديشن ليها. وفي الاخر خالص بيبقى الريفرنس المراجع، دي مهمه جدا. يبقى نرجع تاني. التايتل دوت هكلمكم دلوقتي في البرزنتيشن ازاي نكتب تايتل وازاي نكتب ابستراكت وازاي نكتب باك جراوند، بس انا عايز اوريكم القالب بتاعكم الاول. الابستراكت لحد 300 كلمه بيبقى جميل جدا عشان اللي يقراه، يعني زي كانك بتكتب يافطه. اليافطه بتبقى يعني كلماتها قليله ومعبره. يبقى الابستراكت نفس الكلام، بس لاحظوا حاجه ان الابستراكت ده بيبقى هو موجود في اول البحث بتاعكم، لكنه هو اخر حاجه بتتكتب، لان الابستراكت دوت هو ملخص الشغل كله، ملخص الشغل اللي موجود في البحث بتاعك. يبقى الابستراكت الملخص هو اول حاجه موجوده في بحثك، لكنه اخر حاجه اخر حاجه بتتكتب. نيجي بقى على الباك جراوند. الباك جراوند ديت بتكتب فيها الدراسات السابقه، مين الناس اشتغل في دابيتس وعملوا مثلا في 3-4 طرق للعلاج وكده، بنكتب الكلام ده، الشغل القديم، شغل الناس عملته، يعني بنكتب الناس عملت ايه. وبعد كده اهوت في الـ في الـ في الماي ايديا بتاعتي اللي تحت ديت هكتب ان انا عايز اضيف ايه في هذا المجال. واخدين بالكم؟ نرجع بعد كده اهوت ازاي نكتب الريفرنس ديت، خليها في الاخر ماشي، وازاي طريقه كتابه الريفرنس خليها معانا في الاخر. نرجع تاني على كلمه تايتل. انا بحاول بس ارتب الافكار بحيث نربط الدنيا ببعضها. التايتل لما نيجي نكتب تايتل للبحث بتاعي، على فكره انت ممكن لما تيجي تكتب التايتل بتاع البحث بتاعك بتكتب تايتل مبدئي. ليه كان تايتل مبدئي؟ لان انا بعد ما هخلص كتابه للبحث بتاعي واشوف الدراسات السابقه واقعد الايديا بتاعتي اقعد ابرور فيها كده، ممكن انا بعد ما اخلص كل دوت اضطر ان انا اغير حاجه في العنوان. ليه؟
من القراءات بتاعتي يعني غيرت بعض القناعات عندي عن الموضوع، فممكن التايتل بتاعها غير يعني. لذلك التايتل ممكن نكتبه في الاول درافت كده، تايتل درافت، بعد كده هو بعد ما نخلص خالص نبدا ان احنا نصيغه تاني. تعالي تيجي بقى نشوف دلوقتي التايتل بتاعنا بيتكتب ازاي. التايتل لازم يبقى سيمبل، بسيط واتراكتيف، جذاب، يعني يجذب اي حد يقراه. يعني ما بقاش التايتل بتاعي 10 سطور، التايتل 10 سطور، لا ما ينفعش. لازم يبقى عدد كلماته محدوده، يعني عدد الكلمات بيقول لك من 5 ل 15 كلمه، ماشي. وحاجه مهمه بقى ان هو reflects the investigation. يعني ايه؟ يعني ايه reflect investigation؟ يعني بيظهر انا عملت ايه، انا عملت ايه في البحث بتاعي. واخدين بالكم انا عملت ايه؟ يعني مثلا واحد قال في مرض مثلا، خلينا اضرب النهارده مثلا مثال للدايبيتس، بس انا مش مقصود يعني المثال. واحد قال احنا بدل مثلا ما نتم ان احنا مثلا كلش الناس اللي عندهم دايبيتس بيحتاجوا انسولين، بدل ما كل شويه الابره نخزهم بالابره كده، طب ما نيجي نعمل الانسولين ده على هيك تابلت. طب واحد يجي قال له طب التابلت ازاي؟ ده الانسولين ده بروتين، لما نيجي ناخده اورالي زي ما الدكتور علي قال لنا في الهرمونات، ده بروتين النيتشر هيتكسر. فبعض الناس تقول لك طب خلاص، طب ما نيجي نعمله بقى نانو فورميوليشن، نانو شيل كده حوالين الانسولين، واخدين بالكم، ويتاخد اورالي، بحيث ان احنا مش كل شويه نبدا ان انا نوخذ الايه، نوخذ اللي هو الانسان ونديله ايه ونعمل له انجكشن، هيبقى كتير عليه، كل شويه بيبقى ستريس عام ستريس. دي نقطه جميله. طب نيجي لما نيجي نكتبها في العنوان بقى، لازم نكتب الكلام ده في العنوان بتاعي. يبقى العنوان بتاعي لازم نقول مثلا ايه، نانو انكابسوليشن تول فور انسولين، فور انسولين تو كنترول دايابيتس. نشوف العنوان بتاعي، العنوان انا قلته دلوقتي، ابرز انا عملت ايه، انا استخدمت انسولين على هيئه نانو في علاج الايه، في علاج الدايابيتس. دي معنى كلمه ان هو بيعبر عن الشغل اللي انا عملته. لذلك انا قلت لكم من شويه ممكن التايتل بتاعي نكتبه الاول كتابه مبدئيه، لكن بعد ما بخلص الشغل بتاعي هلاقي ان التايتل بتاعي بعد ما اتغيرت قناعاتي عن الموضوع ولقيت حاجات جديده وقراءات جديده والفكره بتاعتي اتبلورت وزادت، ممكن نغير العنوان تاني. وخلي بالكم في حاجه، العنوان بيبقى بريزنت تنس، لان العنوان دوت بالنسبه لك انت بقى حقيقه، لان انت اللي عملت الانفستيجيشن دوت، بقى حقيقه بالنسبه لك. يعني ما تكتبش العنوان بصيغه الماضي، يعني مثلا هنا كاتب سامي كونون اند كوركومين ديفييت الجينس، ما قلتش ديفييتد، لا ما كتبهاش بصيغه الماضي، يبقى العنوان بيتكتب بصيغه البريزنت تنس. وخلي بالك كمان، اوعى تكتبه بصيغه المستمر، تحط اي ان جي في الفعل، بمعناها ان انت لسه شغال، يعني بعد ما سلمت البحث لسه شغال، لسه بتكتب فيه، لان الاي ان جي معناها الاستمراريه. في ناس بتكتب كده برضه، لقيت انا تايتلز قبل كده حد كاتب ايه؟ ستادينج اوف، ستادينج يعني انت بعد ما وديت البحث للمجله و12 اللي يقرا العنوان بتاعك يقول ان انت لسه شغال، ده مستمر كونتينوس تنس. لا، العنوان بيتكتب بالبريزنت تنس ويبقى بسيط، كلمات معدوده، ماشي. في حاجات بتكتنف في كتابه التايتل بتاع البحث بتاعك. ما اكتبش كلمه زي كلمه ستادي دي يعني كتير، حاجه وايد، لا انت بتكتب هنا انا عملت كذا. لذلك العنوان بتاعي ريفليكت ماي انفستيجيشن، يبقى وما اكتبش كلمه انفستيجيشن، كلمه ستادي، كلمه اناليسيس اوف كذا، لا ما اكتبش الكلام ده في العنوان. برضو وانا بكتب العنوان ما اعملش اطراء جامد للعنوان بتاعي، هقول مثلا نوفل تول، يعني انا عملت حاجه نوفل او حاجه ما حدش عملها قبل كده، لا دع القارئ هو اللي يقول انت اللي انت عملته حاجه نوفل ولا لا، يعني سيب اللي يقول الكلام ده اللي يقرا. فدي حاجات لازم تكتنف في كتابه العنوان. العنوان ما يبقاش فيه اختصارات كتير الا الاختصارات المتعارف عليها، ويبقى الكلمات بتاعته زي ما بيقولوا من 5 ل 15 كلمه.
وما احطش في اخر العنوان مثلا علم التعجب، معنى علم التعجب انا لسه يعني ايه، لسه الموضوع ما اكتملش في دماغي، يبقى لسه انا عندي تساؤلات كتير. برضه وانا بكتب العنوان لازم اكتب الاورجانيزم او الانيمال، يعني انا شغال على ايه، شغال على خليه هيومن مثلا، اكتب مثلا هيومن بريست كانسر سيل، لازم اكتب اسم الحاجه. يعني انا مثلا في العنوان بتاعنا دوت احنا كنا شغالين على الرات، على الرات الايجنج في الرات، كنا بنعمل ايجنج في الرات على ان رات صغيره خالص، لكن احنا بنعمل لها ايجنج ازاي، بنكبرها في السن، كنا بنحقنها حاجه اسمها دي جالاكتوز، اهو بدي جالاكتوز، فبتدي نخلي الرات الصغيره فيها الفيتشر اوف ايه، اوف ايجنج. بس الكلام ده فين؟ ان رات، لازم اكتب فين؟ ان رات. يبقى العنوان بتاعي لازم يبقى فيه اسم الانيمال اللي انا شغال عليه. لا افرض مثلا واحد منكم عامل فورمولا في العلف في السمك، يبقى العنوان بتاعي لازم يبقى مكتوب فيه ان فيش كذا كذا، ان فيش لو في مثلا في البولتري كذا كذا في البولتري، او كذا كذا في الدواجن، في البرويلر حاجه في الدواجن، او في اللايرز، لازم اكتب اسم الحيوان او اسم الاورجانيزم او اللي انا هشتغل عليه في العنوان بتاعي. يعني انا دلوقتي بكلمكم على مواصفات العنوان اللي هو بيبقى ايديا. نتجنب في العنوان ان انا نكتب كيميكال فورمولا، يعني ما اكتبش H2O، اكتب ووتر ماشي. لكن بعض الاختصارات زي الار ان اي والدي ان اي دي حاجات معروفه خلاص، وزي شايفين العنوان انا كاتبه ده دوت كده، دي كده باسوي، بس الباسوي دي كده مش بالنسبه للمتخصصين في مجال السرطان ده معروف، البي اي 3 كي اكت ام تور باسوي، يعني دي كده، دي كده مكتوبه صح، مش ده مش اختصار، مش اختصار يعني فيجي ولا حاجه، لا مش كيميكال فيرمي ولا حاجه، لكن دي باسوي ممكن انت تكتبها. نيجي بقى على الابستراكت، احنا قلنا تايتل، نيجي على الابستراكت. قلنا في الابستراكت، الابستراكت دوت اول حاجه موجوده في البحث بتاعي، لكنها اخر حاجه بتتكتب في البحث. نكتب ايه بقى في الابستراكت؟ الابستراكت بيبقى ملخص كل البحث بتاعي من كله، يبقى لازم يبقى فيه حته الاول عن الباك جراوند بتاعتي، لازم يبقى فيه باراجراف في، يعني مثلا بتكلم عن الدايابيتس، يبقى اول باراجراف او اثنين، الاثنين الاولانيين بتكلم عن المشكله بتاعت الدايابيتس ايه هي، لازم تتكلم عنها ماشي. بعد كده اهوت ما بنستخدمش، ما بنكتبش بروسيدور، ما بنكتبش انا جبت فلان وعملتها وكذا، وبنكتبش داتا، واخدين بالكم؟ وتبقى الابستراكت شورت وسيمبل، ولازم ينكتب في الباست تنس اللي هو الابستراكت. ليه؟ لان خلاص الشغل ده خلص، انت عملته، مش انت اللي كاتب الباك جراوند وانت اللي كاتب الايديا بتاعتك. لما تيجي بقى تكتب الابستراكت لازم تكتبه في الباست تنس ماشي، لان ده خلاص، وانا واخد منك البحث عشان نقراه، ده بالنسبه لي كلامك وشغلك بقى في الباست تنس تمام كده. ويبقى قليل شورت، بس احنا 200 كلمه بس، احنا خلينا لكم الابستراكت عندكم 300 كلمه عشان برضو تعرف تكتب اللي انت عايزه، وتشرح البروبلم بتاعك الموجود ايه، الناس استخدمت كذا 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 كذا، وانا في البحث بتاعي دوت استخدمت طريقه جديده عن كذا، والكونكلوجن بتاعك تحت، وانا في الاخر خالص بستنتج ان الطريقه بتاعتي ديت هيكون لها مردود في كذا وكذا وكذا، واللي انا بقوله دوت ممكن ان احنا نعمل له بعد كده اهوت تجارب على الفيران، وتجارب على التجارب سريريه كلينيكال ترايلز عشان تكتمل الفكره. كده بقى انت كتبت الايه؟ كتبت ابستراكت محترم. في الابستراكت نتفادى حاجات معينه. كل ده انا بتكلم في الابستراكت. ما يبقاش تقول لما تيجي تكتب عن الباك جراوند في اول اثنين باراجراف يبقوا اثنين بس، ما تزودش عن كده. ما تنكش بقى جايب لي نص صفحه ثاني تتكلم نص ورقه عن الدايبيتس ثاني في الابستراكت. لا، هم اول سطر او اثنين باراجرافين كده. ما نكتبش ريفرنس، ما فيش ريفرنس في الابستراكت. ماشي؟ برضه ما فيش صور، ما تحطش الصور في الابستراكت. ما تحطش فيجرز في الابستراكت. ما تحطش تيبل في الابستراكت. ما تحطش ريفرنس في الابستراكت. كل ده بيبقى تحت، مش في الابستراكت. نيجي بعد كده اهوت بقى على الانترودكشن او الباك جراوند. ان شاء الله انا بعد ما هخلص العرض بتاعي
هفتح لكم المايكات بحيث ان اللي عنده اي سؤال يبقى ايه يبقى يسأل ان شاء الله. الانترودكشن او الباك جراوند دي بشرح فيها جنرال انترودكشن، بشرح فيها البروبلم بتاعت الدايابيتس دي مثلا، البروبلم يعني بتعمل كذا وتعمل كذا، ودي بيبقى لها كومبليكيشن لان هي ممكن تعمل بعد كده هو مضاعفات في الكلى، وتعمل مضاعفات في الريتنا بتاعت العين، تعمل مضاعفات في البرين. بشرح الايه بشرح الموضوع بتاعي عن ايه، والناس استخدمت كذا وكذا 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 وكذا، لكن في مشكله اذا مش كل شويه هنأخذ الراجل اللي هو او الانسان اللي هو عايز ياخد الانسولين، فاحنا ممكن نعمل طرق بديله. ممكن نعمل مثلا هديكوا فكره من الفكر من الافكار يعني، ممكن نحط سنسور بنيدل سبديرمال نيدل، يعني نحط سنسور كده على دراع الانسان، بيبقى السنسور دوت بيبقى فايدته ان هو يقيس الانسولين في الدم، اول ما لقى الانسولين نسبته قلت يبقى هو من نفسه يعمل انجكشن. دي فكره جميله، يعني احنا مش لازم نروح يقيس السكر عشان نعرف السكر عالي ولا واطي، لا هو عنده كده في دراعه كده حاطط له كده سنسور على هيئه تشيب كده في على الدراع، وفيه نيدل يحس بالانسولين في الدم كام، وبعد كده اول ما يلاقي الانسولين قل يبدا ان هو ايه يعمل انجكشن لكذا يونت على حسب، وبرضه يحسب الانسان ده عايز كام يونت من الانسولين. ماشي، يبقى انت عملت حاجه جديده. واخدين بالك؟ وفي الباك جراوند بتكتب الايم تحت، الهدف بتاعك ايه، ان انا عايز اعمل طريقه جديده في علاج كذا عن طريق استخدام كذا، بس ما تشرحهاش في الـ في الـ في الباك جراوند، لان انت لسه هتشرحها في الايديا بتاعتك تحت. ماشي، الباك جراوند بتاعك او الانترودكشن ستارت باي باك جراوند، يعني الدراسات السابقه كلها، وتعمل ديسكاس للدراسات السابقه كلها، بعد كده تركز انت شغلك عن ايه. خلال واحنا بنكتب البحث بتاعنا بتقابلنا حاجه اسمها ابريفيشن. يعني ابريفيشن يعني مثلا انا بتكلم عن الدايابيتس ميليتس، فاول مره هكتب الدايابيتس ميليتس عندي في الباك جراوند هكتب مثلا دايابيتس ميليتس وبين قوسين دي ام، ده متعارف على ان الدايابيتس ميليتس اسمها دي ام. بعد كده يا اخوانا اول ما الاقي عايز اكتب كلمه دايابيتس ميليتس ثاني، لا اكتب بقى دي ام على طول. يبقى اول مره بعمل ديفينيشن ليها دايابيتس ميليتس بين قوسين دي ام. واحد يقول لي طب وانا اي حاجه كده اي حاجه هعمل لها اختصار؟ امتى؟ لما هتذكر في البحث بتاعك اكتر من مرتين، يعني ثلاث مرات فاكثر. يعني مثلا لو البحث بتاعنا دايابيتس ميليتس وهذكر كلمه دايابيتس ميليتس اكتر من مرتين، يعني ثلاثه فاكثر، يبقى اول مره يقابلني في الباك جراوند كلمه دايابيتس ميليتس هكتبها فول نيم الاول دايابيتس ميليتس وبين قوسين دي ام. طب افرض انا عايز اكتب دايابيتس ميليتس ثاني، اكتب بقى دي ام بقى في كل البحث بتاعي من اول لاخر. يبقى اول مره يذكر فيها الشيء نكتبه كفول نيم وبين قوسين الاختصار. طب نعمل اختصار لاي حد؟ لا، نعمل اختصار بيبقى الاختصار ساينتفك ابريفيشن، مش اي حاجه نكتب لها اختصار، بيبقى معروف الاختصارات للساينتفك ابريفيشن. وما اعملش اختصار لاي كلمه الا اذا ذكرت في البحث بتاعي اكتر من مرتين، يعني ثلاثه فاكثر. طب تمام كده، بعد كده هنشرح بقى الايديا بتاعتنا ايه، ونفس النظام بتاع الباك جراوند نفس الكتاب، لكن هتقول انا بعمل كذا وكذا، وهوريكم مثال دلوقتي تطبيقي، انا عامل لكم مثال تطبيقي على الدايابيتس ميليتس وفكره جديده فيه والكلام ده كله. بس خلينا واحد يقول لي طب انت حضرتك بتقول لي الدراسات السابقه، طب الدراسات السابقه دي هنجيبها منين؟ ولما نيجي نستشهد بحاجه هنجيبها منين؟ في حاجه اسمها بيسموها الساينتفك داتا بيزس، هم كتير بس انا هنركز لكم على واحد بس هتجيبوا منه كل حاجه اللي هو الباب ميد، وفي ساينس دايركت، وفي كل ده، لكن انا عايز اقول لكم الباب ميد. هتيجي في الجوجل عادي خالص وتكتب كلمه باب ميد، دي داتابيس كبيره ساينتفك داتابيس. اول اختيار دوت هتعمل تك عليه، بس هي دي عندي انا صوره، هيظهر لك الايه، هيظهر لك الصفحه دي، هتكتب هنا العنوان بتاعك. انا مثلا عايز ماده السامي كونون في الكانسر، طلع لي
طلع لي حوالي 269 279 بحث. ماشي، بقول له سمري، عملت سمري، ادي البحث اهو مثلا، وانا بنقرا في البحث كده في الابستراكت بتاعه، هنحول السمر الابستراكت تاني الحته اللي عدت دي. هو اصلا الباب ميد لما تعمل له فيه اي سيرش، يعني تكتب كلمه سمك منهم وكانسر او اي حاجه انت شغال عليها وتقول له سيرش، هو اصلا بيجيبها لك على هيئه سمري. انت بتيجي فاتح من كلمه سمري دي كده الليسته ديت، ودي عامل تريك على الايه، على كلمه ابستراكت، بحيث ان هو يفتح لك كل بحث الملخص بتاعه ايه، عشان تعرف ده مناسب ليك ولا مش مناسب ليك. افرض البحث ده مناسب ليا، خلاص انا هفتح البحث دوت واشوف البحث دوت، ممكن اخد معلومه من هنا، او ممكن ارجع للفول فري فول تكست بتاعه، اتك عليه دي كده واجيب البحث كامل واقعد اقرا فيه. طب مثلا الكلمه دي، الجمله دي كده هي عجبتني وانا عايز احطها في البحث بتاعي، فانا هاخد الجمله دي كلها اللي انا مظللها دي كده واحطها في البحث بتاعي. بس لاحظ حضرتك حاجه، هتاخد الجمله ديت يبقى لازم تحط المرجع بتاعها ثينج اتقال اتال اتال، لان هم ثلاثه، وهقول لكم ازاي نكتب الكلام ده. ثينج اتال سنه 2017، سنه 2017 يبقى ده الكلام بتاعها. بس استنى، ده كلام ثينج اتال مش كلامك انت، يعني ما ينفعش تحطه ببحثك بهذه الطريقه. يبقى لازم انت تجيب الجمله دي كده وتعيد صياغتها، تعملها بارافريزنج باسلوبك انت، بس ما تغيرش المعنى. لان انت لو خدت دي كده على بعضها وكتبت، حتى لو كتبت اسم المرجع ان هي الجمله دي انا واخدها من فلان، بس ما ينفعش تحطها از تيز، لابد تعملها بارافريزنج. ماشي، لان انت ان شاء الله لما تيجي انت هتكتب ابحاث بعد كده وهتنشر في مجلات دوليه، ما ينفع، لازم في حاجه اسمها تشيك بلاجياريزم اللي هو الامتحان او نسبه الاقتباس. لو حطيت كل حاجه بتاخدها من باحث او من بحث حطيتها كما هي، هيطلع البحث بتاعك 100% متشابه، في نسبه التماثل فيه كتير. لا، نسبه التماثل يعني لازم تبقى قليله جدا، ما تزيدش عن 25%، او بعض الناس دي بقى اقل كمان بعض المجلات. فالجمله اللي هتاخدها بعد ما تحط المرجع بتاعها معاها، خلاص انت كده اثبتت ان الجمله دي بتاعتك، لكن لما تحطها ببحثك لازم تعمل لها بارافريزنج تاني. لان هو بس انت مش هتعمل الكلام ده، مش هعمل تشيك بلاجاريزم ولا حاجه، تعمل بس بارافريزنج، وبعد ما تخلص البحث بتاعك تعمل تشيك سبيلنج والجرامرز. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ ممكن تعمل بارافريزنج ببرنامج اهوت موجود على موجود اونلاين اسمه الكويل بوت، على الايه، على في الجوجل كده اكتب كويل بوت هيطلع لك، هتحط جمله جمله من البحث بتاعك وهو يعمل لها اعاده صياغه. وانت كمان ممكن تعمل اعاده صياغه مانيوالي، ازاي؟ تقرا الجمله وبعدين تحط خط تحت كل الكلمات الاساسيه، وبعدين تعمل لها اعاده صياغه ثاني، وبعدين تقارنها بالجمله الاساسيه، وكده يبقى انت تمام تمام. طب اعمل تشيك سبيلنج ازاي؟ في جرامرلي وفي سبرينجر، بس الحاجات دي بفلوس. طب ممكن اعمل حاجات من غير فلوس؟ اللي هو الوورد ذات نفسه، الوورد ذات نفسه في تشيك سبيلنج اند جرامر. واحد يقول لي طب احنا حضرتك قلت لنا في حاجه اسمها مراجع، يعني خدت جمله من بحث لازم احط المرجع، خدت صوره من بحث لازم احط المرجع، ما فيش حاجه تاخدها من اي حاجه مش بتاعتك الا لما تحط اسم الايه، اسم العالم فيه، العلماء اللي عملوها فيه بعد الجمله على طول. كل دي يا اخوانا اللي موجودين في الصوره دولت، كل دولت عباره عن سوفت ويرز ممكن من خلالها نعمل سايتيشن، او نعمل نرتب انسيرشن للريفرنس بتاعتنا اوتوماتيكال اونلاين. ماشي، بدل ما كل شويه نقعد نغيرها بايدينا. اللي عايز بقى يعني اللي انا شغال بيه اللي هو المندي، المندي دوت اللي عايز يعرف المندي دوت هتسطبه ازاي على الكمبيوتر عندك او اللابتوب عندك وازاي تستخدمه، يبقى يرجع للمحاضرتين دولت اللي موجودين على القناه بتاعتي على اليوتيوب، هلاقي ازاي يسطب المندي وازاي يشتغل بيه. واي حد هيقف معاه حاجه برضه انا موجود في الكليه، يبقى يجيني وانا اقول له ازاي يشتغل، لان انت لما هتعمل البحث بتاعك بيه هيبقى حاجه كويسه ان شاء الله. دي كده العرض بتاعي خلص، تعالى نرجع بقى تاني. للقالب البحث بتاعي.
صح نسينا كده عشان وانا بكتب في الباك جراوند. الباك جراوند ديت احنا قلنا فيها في دراسات السبت صح كده ولا لا؟ استنى لما انا خدت من البحث بتاعي انا جمله معينه الجمله دي اي جمله طبعا بالانجليزي مش بالعربي ماشي لازم احط وعايز احط اسمي انا في الاخر بكتب اللي هو الفاميلي نيم مش اسمي انا مش علي بكتب الفار كما بس بين قوسين بين قوسين لان انا هكتب هنا الكتابه في الاخر الكتابه وبعد كده عايز احط المرجع يبقى بين قوسين اكتب الفار كما مسافه دي كده مسافه 2022 واقفل القوس ونقطه. طب افرض اهو انا واخد جمله من بحث انا وواحد تاني عاملينه بحث في اتنين اسر تو اسرز يعني هيبقى الفار اند احمد 2002. طب لو بحث فيه ثلاثة فأكثر أكثر من اثنين وأنا الفيرست أوسر بنكتب الفار إيتال نقطة كما بس الحاجات دي ثابتة في العلم يعني بقول الفار إيتال إيتال يعني وشركائه أو الكو وركرز اللي معاه اللي يقرأ كلمة إيتال ديت يعرف إن الباحثين اللي موجودين على البحث أكثر من اثنين أكثر من اثنين يعني ثلاثة فأكثر واكتبها وبين قوسين كده طبعا إيتال إيتال دوت نقطة كما مسافة 2002 وفي القوس ده لو هتعمل الريفرنس مانيوال بإيدك لكن لو هتعملها ببرنامج زي المندلي هقول ديت بقى ترجع للإيه؟ ترجع للمحاضرتين اللي أنا قلت عليهم. الكلام دوت لو أنا هحط باراجراف وأحط في الآخر خالص المرجع. طب نفرض أنا عايز أكتب بصيغة تانية نفس دول هقول مثلا الفار 2020 قال كذا قال كذا 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 يبقى تتكتب ازاي؟ تتكتب الفار مسافه والسنه اللي تبقى بين قوسين السنه هي اللي تبقى بين قوسين لكن لما احط باراجراف الاول واحط المرجع يبقى الاسم والسنه هما الاثنين بين قوسين. طب افرض بتاعت اللي هما الاثنين اسر يبقى الفار عند احمد السنه هي اللي تبقى بين قوسين وبعد كده ريكوجنايز ذات وتكتب هما عملوا كذا 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 كذا. طب لو الفار ايتال الفار ايتال خلي بالك هنا بقى اهو ايتال مفيش لا نقطه ولا كما بتبقى في نقطه وكما لما يبقى في الاخر اخر الباراجراف هيبقى الاسم والايتال والنقطه والكما والمسافه والسنه كل ده بين قوسين. طب لو انا هبدا بفار ايتال يبقى مفيش لا نقطه هنا مفيش نقطه ولا كما لا مفيش ريفيلد ذات او ريكوجنايز ذات ونكتب اللي هم عملوا ايه عملوا كذا وكذا 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 اللي انت واخده من البحث ديت لما دوت طريقه كتابه الريفرنس جوه التكست يعني جوه البحث بتاعك. طب نيجي بقى في جزء المراجع تحت المراجع ده هي هنكتبها ازاي؟ ركز بقى معايا المرجع سواء كتبته بهذه الطريقه ان هو يبقى اخر الباراجراف او كتبته في اول الباراجراف لما تيجي تكتبه تحت هي لها طريقه كتابه واحده طريقه كتابه واحده رقم اثنين لو في بحث انت استشهدت بيه كذا مره في الريفرنس تحت هتكتبه مره واحده بس كمرجع هو موجود مره واحده بس عندك مش هتكرره كله مثلا انت ذكرته هنا خمس ست مرات هتروح تكتبه في الريفرنس خمس ست مرات لا تبقى مره واحده يبقى الريفرنس لو انا كاتبها في التكست بعد الباراجراف او كاتبها قبل الباراجراف مش هتفرق معايا خالص وانا بحطها في جزء المراجع. طب احطها في جزء المراجع ازاي؟ شوف بقى اللي هو الفار بس لو هو لوحده بكتب ال اتش الفار طبعا الكلام ده هجيبه منين؟ موجود ما احنا جايبين البحث من على الباب ميد فاكرين تنج ايتال اهو كلامك اهو يعني انا يعني لما نيجي نكتب المرجع بتاع ديت هنكتبها ازاي؟ ثينج انا لقيت بعد منه اثنين يبقى كده اكتب كلمة قتال. طب والسنة اهي مكتوبة فوق اهي 2017 دي نجيبها من البحث السنة بين قوسين نقطتين ده ستايل ثابت يا اخوانا وبعد كده بنكتب التايتل العنوان بتاع البحث اللي انا واخد منه ده التايتل بعد كده السيل ميتابوليزم ديت اسم الجورنال لذلك احنا بنعملها ايتاليك عشان تبقى ايه مميزة شوية ما تبقاش لازقه في التايتل على طول هتبقى مش مميزه. كما بعد الجورنال
بعد كده نكتب 27 ديت ده الفوليوم بتاع المجله دون قوسين اللي هو الايشيو العدد. في بعض المجلات ما بقاش فيها ايشيو يبقى 27 على طول كما. بعد منها البيج نمبر يبقى البحث دوت فيه كم صفحه، فيه 10 صفحات من صفحه 57 ل 67 نكتبها زي ما هي كده. نيجي نرجع تاني الفينج فينج اول لما نيجي نكتبه فينج لما نيجي نكتبه هنقول فينج ايتال. لا ده لو هنكتبه في التكست طبعا هنكتبه تحت في المراجع هنكتب في كل دي كده على بعضها وبعد كده السنه بين قوسين 2017 نقطتين ونعمل كابي وبيست للتايتل ده كله. بعد كده اسم الجورنال اهي جورنال بايو ساينس. بعد منها كما ادي العدد 4 42 دوت الفوليوم بين قوسين ال 24 ال 4 اسف ديت الايشيو. بعد كده نقطتين وبعد كده دوت البيج نمبر الصفحه من يعني البحث دوت موجود في عدد من 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 صفحه 547 ل 554. ده كده بيان تطبيق على اللي احنا. طب لو اثنين مثلا علي واحمد يبقى علي ايتال علي اسف علي الفار اند سامي مش علي احمد السنه بين قوسين بعد كده دوت التايتل نفس الكلام بعد كده اهوت الجورنال ايتاليك بعد كده دوت الفوليوم الايشيو بعد كده اهوت الايه بعد كده اهوت البيج نمبر. ما خلوني اعدل حاجه هنا معلش انا كتبت غلط. الكاما اللي بعد الايشو ديت لا ده مش كاما ديت اللي هم نقطتين فوق بعض دول انا كنت كاتبها غلط. ماشي. طب لو اكتر من اثنين بنكتب كل الباحثين بين باحث والتاني لازم يعمل كاما يعني علي علي اتش الفار ده اسم على بعضه كما. الكما دي كده بتقول لي ان دوت البحث اللي بعد منه سامي كي احمد كما اند يبقى ده اخر واحد بقى خليل ام الاء او علاء 2016 نقطتين الايه التايتل بتاعي. واحد يقول لي طب ديت انت عاملها ليه ايتالي كده هقول لك دلوقتي التايتل بتاعي. بعد كده الجورنال في بعض الجورنال بتدي للبحث رقم يعني مش هلاقي فيه بيج نمبر ولا فوليوم ولا اي حاجه. هلاقي 2016 نقطتين والايه واحط الرقم ده لو ما هم المجله ما بتحطش البيج نمبر. واحد يجي يقول لي مثلا كلمه مجله السوداء ديت اللي هي الحبه السوداء انت كاتبها ليه كده ايتاليك؟ اي حاجه مكتوبه لاتين نيم لازم تعملها بهذا الشكل لازم تبقى ايتاليك. يعني اسم نبات لازم يبقى ايتاليك. اسم دودة يبقى لازم يبقى مكتوب ايتالي. اسم اي حاجة ساينتفك لازم تبقى مكتوبة ايه؟ لازم تبقى مكتوبة ايتالي. بيبقى اول كلمة الحرف الاولاني كابيتال وتاني كلمة الحرف التاني اسمه الاولاني اسمه العادي. لكن الاثنين لازم يبقوا ايتالي. دي كده القالب بتاعنا شكله ايه والدنيا كلها ايه. طب نيجي بقى على تطبيق سريع. لموضوع معين. مثلا زي موضوع الدايبيتس. ادي الكفر بيج بتاعي. انا مثلا عايز استخدم حاجة اسمها الايزوفلافونز. دي موجودة في الصويا بين وغيرها. في علاج as a nutritional therapy for diabetes and diabetic complications. للدايبيتس. في علاج الدايبيتس ومضاعفات الدايبيتس. وادي اسمي اهوت. وطبعا وهنسيب دي كده عشان الايه المحكمين هم اللي هيحكموا الايه البحث بتاعي. الصفحه اللي بعد منها بكتب العنوان بتاعي بس تاني اكتبه تاني. بعد كده الباك جراوند اهي بص شايفين زي ما انتم شايفين الباك جراوند انا اهو الدايبيتس ميليتس اهي كتبتها وحطيت بين قوسين دي ام. لكن بعد كده لما جيت اتكلم عن اذكر الدي ام تاني الدايبيتس ميليتس بقيت اكتب الايه الاختصار خلاص مره واحده. وزي ما انتم شايفين الريفرنس عندي متظلله اهي. ليه؟ لان انا مستخدم برنامج اللي هو البرنامج المين. لذلك لو شفتوا هنا فوق كده بص انا هعمل ايه؟ ممكن احول لكم الريفرنس دي الارقام على حسب المجله اللي احنا هنودي لها البحث. وشايفين الريفرنس تحت شكلها ايه؟ شوف انا هعمل ايه دلوقتي؟ يعني
يعني مثلا هنيجي على اي حاجه، ده نوع ده المجله. افرض انا وديت البحث لمجله ورفضته، عايز اوديه لمجله ثانيه بتستخدم ريفرنس بطريقه ثانيه. كنا زمان بنكتب مانوال زي انتوا شايفين كده، كنا بنكتب مانوال ونرجع نعيدها ثاني على صيغه الايه؟ المجله الجديده. لكن لا، شوفوا هنا اهوت انا حولتها لارقام، يبقى الريفرنس هي اتحولت لارقام. طب افرض المجله بتاعت اللايف ساينس ديت خلاص رفض البحث، هي كمان عايز اوديها للمجله بتاعت الايه؟ اي مجله، ما سبرينجر دي. شوف الريفرنس بضغطه واحده الاقي الريفرنس بتاعتي ايه؟ اتعملت بنفس الايه؟ شوف دي نوع تاني، ستايل تاني. دي بقى فايده ان انت تستخدم اي برنامج زي برنامج الاند نوت او برنامج المندل، دول اشهر اثنين، في ان انت بتحط الايه؟ بتحط الريفرنس بتاعك. في الباك جراوند ممكن تستخدم تضيف فيجرز، واللي هيضيف فيجرز في البحث بتاعه هيوضح الايديا بتاعته كويس. بس تلاحظ حاجه، لازم الفيجر تبقى مكتوبه هنا، يعني مثلا نقول as described in figure 1 او as illustrated in figure 1. بس ادي فيجر 1، لازم يبقى مكتوب في فيجر 1 مكتوب التايتل بتاعه، ولازم اقول الصوره دي انا واخدها منين. يعني حتى الصوره لو واخدها من بحث لازم تحط المرجع، مفيش حاجه مش بتاعتك في البحث الا وتحط المرجع بتاعك. ودي برضو ادي فيجر 2 برضو محطوط اللي هي الايه؟ محطوط لها الايه؟ الريفرنس. فيجر 3 برضو محطوط لها الريفرنس. بس لازم اذكر هنا اهوت الايه؟ الفيجر بتاعي احطها في التكست هنا عشان اللي يقرا واقول له بص هنا بقول مثلا ايه؟ ذات illustrated ان فيجر 3، يبقى يبص على فيجر 3 يلاقي الدنيا ايه؟ تمام. في الباك جراوند بتاعتي هنا اهوت انا كتبت اهوت مقدمه عن الايه؟ عن الدايبيتس، والناس عملت ايه واشتغلت ايه؟ شوف بقى الحته اللي جايه ديت، دي بقى بقول في ناس كتير استخدمت المواد الطبيعيه في علاج الدايبيتس زي فلان وفلان وفلان وفلان، لكن انا هستخدم حاجه جديده. الايزوفلافونز ديت مثلا ما استخدمتش بكثره، فانا هستخدم دول اشوفهم هيعملوا ايه مع علاج الدايبيتس. ولو كان كده يبقى احنا ممكن ننصح الناس ان هي مثلا تاخد فافا بين، صويا بين، بيانات والحاجات دي، واللي عايز ياكل عدس ياكل والكلام ده كله، لان دي المواد اللي هي الايزو فلافونز موجوده في الايه؟ في المواد دي. بعد كده الايديا بتاعتك، الايديا بتاعتك بتكتب انا هعمل خلاص، انت شرحت الناس هنا في الباك جراوند الناس اشتغلت ايه، هنا بقى انت هتعمل ايه؟ لاحظ بقى في كلمه انت هتعمل ايه؟ انت ممكن تقول هنا الايم، الهدف بتاعك ايه؟ وانا ممكن اصل للهدف دوت ان انا ممكن بعد كده اعمل اكسبيرمنت، وتكتب الكلام ده انا هعمل اكسبيرمنت كذا وكذا 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 وكذا، بس انت ما عملتش دلوقتي. لذلك اللي جاي بقى في بتقترح انك تعمل كذا، يبقى لازم تبقى في صيغه المستقبل ويل بي، لازم تبقى ما اقولش ووز اكستراكتد او وير اكستراكتد، لا لازم تبقى في صيغه المستقبل، لان انت ما عملتش الكلام وانا واخد منك البحث عشان نقراه ونحكمه، انت الحاجات دي انت ما عملتهاش، لكن انت بروبوز ليها ان انا عشان الايديا بتاعتي دي تتم انا ممكن نعمل تجربه كذا وكذا 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 وكذا، وممكن نعمل تجربه زي ما انا جاي تحت اهو، ممكن نعملها ان فيترو على الخلايا، ممكن نعملها على الانيمال ونعمل لهم دايبيتس ونديهم علاجات بالايزوفلافونز ديت ونشوف الدنيا في ايه. الكلام ده كله سجشن، اقتراحات، فلازم تبقى بصيغه الايه؟ صيغه المستقبل ويل بي. افرض واحد مثلا عايز يحط سنسور، يبقى يكتب برضه في الميثودولوجي ان انا هنصمم وي ويل كونستراكت ا سنسور فور كذا وكذا وكذا وكذا. وممكن تكتب بمساعده مثلا متخصصين هذا المجال، لان احنا ما بنعرف يعني الكلام ده بتاع الناس اللي بتوع الهندسه والكلام، ممكن تستعين بحد ان هو يعمل لك الكلام. كل ديت انت مش هتعمل التجربه، لكن انت علشان تصل للايم بتاعك او الايديا بتاعتك محتاج تجارب معينه تتعمل، بس انت مش هتعملها. لكن انت بتقول لو انا اتيحت لي الفرصه هعمل الكلام ده في المستقبل كذا وكذا وكذا. حتى انا حاطط سيكونس للجينات اهوت كنا عايزين نستخدمها عشان نصل للفكره بتاعتنا.
طب انت بتتوقع ايه في الاخر خالص بقى؟ بتتوقع ايه من النتائج؟ انا والله متوقع ان انا لو استخدمت السنسور دوت هيوفر كتير عليا، انا مش كل شويه انا هاخد عينه الدم بقى، اسحب عين الدم من الوريد واعمل لها سنترفيوجيشن واروح اقيس الانسولين واقيس السكر الصايم والسكر، كل دوت هيعمله السنسور. بمجرد ان السنسور فيه ابره يا دوبك تعدي الجلد بس الطبقه الاولانيه، يعني مش هتوخز وخز جامد، لا الطبقه الاولانيه بس، بحيث ان هي تقيس الانسولين كام السكر كام وتبدا انها تطلع الايه، تطلع الانسولين بطريقه ميكانيكيه معينه. في الاخر خالص هيبقى فيه الايه الريفرنس بتاعتنا، وكده ان شاء الله احنا يعني قلنا ازاي هنشتغل، فان شاء الله